بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أسأل الله رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن الأداء، وأن يرزقكم حسن الإنصات، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، إنه القادر على ذلك. الكونغرس العالمي لمتلازمة داون، دبي 2021، تحرير القدرات الكامنة. هذا الكونغرس المميز الذي ندعو الله له أن يكون له أثر إيجابي مع جميع من يشترك فيه ومن يطلع عليه، يزوده بمعلومة جديدة، يزوده بمهارات جديدة في التعامل مع ابنه. الآن هذه المحاضرة لكم أنتم أبنائي ممن لديهم متلازمة داون. أنا مميز. أبنائي ممن لديهم متلازمة داون دائما يتميزون في أشياء كثيرة. حقيقي هناك تميز في الرياضة، تميز في أشياء كثيرة. كلنا مختلفون. هذا الاختلاف في لون البشرة، في لون العين، في الشعر، في أشياء كثيرة جدا هنشوفها في هذا الفيديو الذي أتمنى أن يكون فيه إفادة وتوضيح لكم يا أبنائي. ونشوف الفيديو الحين إن شاء الله. قصة كلنا مختلفون. لدي شعر متموج، لدي شعر سابل، أنا شعري يشبه الخواتم الصغيرة السمراء، أما أنا فشعري مجعد. لدي بشرة سمراء، لدي بشرة بيضاء، لدي نمش، لدي وحمة خلقية. أعيش مع أمي، أعيش مع أبي، أعيش مع جدتي، أعيش مع أمي وأبي. لدي سمكة، لدي قط، لدي محمية نمل، لدي سلحفاة. أنا ليس عندي إخوة ولا أخوات، أنا عندي أخوان أكبر سنا، أنا عندي أخت صغيرة، أنا عندي أخت توأم. أنا أتحدث باللغة البنغالية، أنا أتحدث باللغة البرتغالية، أنا أتحدث بلغة الإشارات، أنا أتحدث باللغة الساحلية. أحب التفاح، أحب الموز، أحب الفراولة، أحب العنب. أحب كرة القدم، أحب الرقص، أحب رياضة الجمباز، أحب كرة السلة. هوايتي هي العزف والموسيقى، هوايتي هي الكتابة، هوايتي هي الحساب، هوايتي هي الرسم. لوني المفضل هو الزهري، لوني المفضل هو الأخضر. أحب اللون الأسود، أحب كل الألوان. أنا أحب المطر، أنا أفضل الطقس الحار، أنا أحب الثلج، أحب الرياح القوية. كلنا مختلفون، كلنا أصدقاء.
هناك الكثير من الناس في العالم وجميعهم مختلفون. نحن جميعا مختلفون، نحن جميعا أصدقاء، لا يوجد أحد مثلك تماما، وهذا ما يجعلك مميزا. We are all different. I have straight hair. I have wavy hair. I have curly hair. I have afro hair. I have light skin. I have dark skin. I have a birthmark. I have freckles. I live with my two dads. I live with my grandpa. I live with my mum. I live with my mum and dad. I have a cat. I have a goldfish. I have a tortoise. And I have an ant farm. I have two big brothers. I have no brothers or sisters. I have a twin. I have a little sister. I speak Portuguese. I speak Bengali. I use sign language. I speak Swahili. I like bananas. I like apples. I like grapes. And I like strawberries. I do ballet. I play football. I play basketball. I do gymnastics. I like writing. I like music. I like art. I like maths. I like green. I like pink. I like rainbow colours. I like black. I like sunshine. I like rain. I like wind. I like snow. We are all different. We are all friends. بعد ما شفنا الفيديو الرائع والمميز ده، دلوقتي هنبدأ نشوف المحاضرة، وأتمنى أن يكون فيها إفادة ليكم، ونعرف أو عرفنا كمان من الفيديو أن طبيعي جدا أن ناس تكون مختلفة في الشكل واللون، ناس تكون مختلفة في الطول والحجم، تخين رفيع، ما فيش أي مشكلة في الاختلاف ده، والاختلاف ده هو اللي بيجعل لينا بصمة مميزة بإذن الله. هنبدأ في المحاضرة بتاعتنا دلوقتي. طيب، المحاضرة بتاعتنا بتقول الحب. مين مننا اللي ما بيحبش إن بابا وماما والمعلمين بتوعه وحتى زمايله اللي موجودين معاه في نفس الصف، أصدقائنا بصفة عامة، يكونوا بيحبونا؟ كلنا بنحب إن يكون أصدقائنا يحبونا والمعلمين بتوعنا يحبونا وكل من يتعامل معنا يحبنا وبطريقة تجعلنا إحنا نكون دايما متميزين. ولكن شنو يصير عشان خاطر حد يعاقبنا، بابا يعاقبنا أو المعلمة تعاقبنا أو أحد من زملائي يكون زعلان مني؟ شنو يصير؟ هذا اللي إحنا نبقى نشوفه الحين. إحنا بنعمل بعض السلوكيات. أنا شخصيا ممكن أعمل غلط، بابا يجي يكلمني يقول لي ليش سويت هاللون؟ أنا كنت بعطيك كذا، الحين لأنك سويت هاللون أنت سويت حاجة. أنا أحبك واجد، أنا أبويا يقول لي أنا أحب أسامة واجد، لكن أسامة سوى شيء خطأ. هذا ما يصير، لازم نعتذر ونقول آسف، لازم نفهم من المحاضرة شلون نكون متميزين الحين إن شاء الله. Love. Who doesn't want his father and mother and teachers and also classmates to love him? But what do we do to make them punish us? At this point, my father loved me, my mother loved me, my friends loved me, but something I make something wrong. I make something wrong. This is wrong. Make my father punish me. Make my teacher punish me. We need to know what is this wrong in this lecture, inshallah.
في حالة ما أنا إذا أخطأت يا شباب ويا بنات يا متميزين يا أبنائي من لديهم متلازمة داون، في حالة ما إذا أنا أخطأت وسويت خطأ، عندي كلمات سحرية، كلمات مميزة، كلمات دائما لو قلتها الذي أمامي يقبل عذري بإذن الله. أنا آسف بابا، أنا صار شيء خطأ وأنا سويت هذا الخطأ، الحين أنا بعتذر يا بابا، أنا آسف عذرا، سامحني بعد، أرجوك يا بابا سامحني، أرجوك يا معلمتي سامحيني، أنا أعتذر من فضلك بابا، أنا سويت خطأ، بعدين أبيك تسامحني يا بابا، وأبدأ أشرح لبابا شنو الخطأ اللي أنا سويته. بعدين يبدأ بابا يبدأ يقول لي شلون أعدل الخطأ اللي أنا عملته هذا، وبعد ما أعدل هذا الخطأ أبدأ أحترس ما أسوي هذا الخطأ مرة تانية، لأن الإنسان بيتعلم، الحياة بتعطينا دروس كثيرة يا شباب ويا بنات من من لديهم متلازمة داون، تعطينا دروس كثيرة جدا. أول شيء لازم نتعلم من أخطائنا، ولازم نتعلم شلون نعتذر، لازم نتعلم شلون أصلح الموقف الخطأ اللي صار هذا. When I make something wrong what I say I am sorry. Excuse me. Please forgive me. I apologize. Please. This is the magic word. If I say for my father, sorry, this is very good from me. Excuse me, my father. Excuse me, my teacher. Please, 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 please. This is very important. To tell my father and my mother and my teacher and my friends. هناك سلوكيات غير مقبولة من الآخرين يمكن أن أقولها أو أعملها أو أقوم بعملها وبدون قصد، وبدون قصد، مثل شنو يا شباب؟ مثل الكذب. الكذب هذا أسوأ شيء، ما يصير نكذب على بابا، ما يصير نكذب على ماما، ما يصير نكذب على إخواني وأصدقائي، هذا شيء غير مقبول. أشهر شيء مشهور عن هذا قصة الراعي والأغنام، لما كذب على على الناس الجيران ماله وقولوا أنقذوا مرة واثنين وثلاثة ويمكن أربعة كمان، لكن بعدين ما صدقوه. بنشوف الأغنية الحين، هذه واجد أغنية أنا أحبها، بنشوفها الحين عن موضوع الكذب. يعد الكذب من أسوأ الأخلاق وأشدها خطرا، حيث يظن صاحبه أن فيه منفعة أو فائدة، وهو في الحقيقة ليس كذلك، بل هو مملوء بالمضار والمفاسد والعواقب الوخيمة التي ترتد على صاحبه. فهيا معا لنعرف كيف يضر الكذب أصحابه. خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسرورا، ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النورا. خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسرورا، ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النورا. كان له ولد يصحبه فيلاعبه ويؤدبه، حتى يصبح يوما رجلا يحمل عنه ما يتعبه. خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسرورا، ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النورا. قال له يا ولدي هيا كي نرعى الأغنام سويا، فإذا حان العصر فأمضي ثم أعود إليك عشية. خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسرورا، ينشد
كالطير الصباح حين يرى في الصبح النور. لكن يا ولدي كن حذرا لنعود جميعا بسلام، وصرخ إن صادفت الخطر فالذئب عدو الأغنام. خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسرورا، ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النورا. بعد قليل صاح ونادى كي يتسلى في وحدته، أحكم لعبته وتمادى حتى يصدق في مزحته. ما إن طلب الولد النجدى حتى حضر الناس بسرى، حين أتوا لم يجدوا ذئبا يبدو أن هنالك خدعة. فرح الولد بتلك اللعبة، بعد قليل عاد الكرة، صاح ونادى وغوثاه حضروا أيضا تلك المرة. فالمسلم في عون أخيه يدفع عنه كل ضرر، أين الذئب وأين مضى ليس له في الأرض أثرا. خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسرورا، ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النورا. بعد قليل جاء الذئب واختنق القلب من الرعب، صاح بخوف وغوثاه فلينقذني حتى كلب. خطف الذئب الشاة وطار، والولد يصيح بإصرار، أنا لا أكذب يا إخواني يا رب استر يا ستار. خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسرورا، ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النورا. بعد قليل عاد الراعي وجد صغيره يبكي ندما، قال له يا ولدي قل لي هل أكل الغدار الغنم؟ قال الولد كذبت عليهم حتى ظنوا الأمر مزاحا، ما صدقني أحد حتى خطف الذئب الشاة وراح. خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسرورا، ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النورا. وهكذا لا يثق الناس في من يكذب، ولا يصدقونه في أقواله، ولا يأخذون منه كلاما، ويتهمونه دائما بالافتراء واختراع الكلام. أما المسلم فإنه يصون لسانه عن الوقوع في الكذب، ويبتعد عن الافتراء وقول البهتان، ويلتزم بالصدق والأمانة دائما حتى لا يكتب عند الله تعالى كذابا. الضرب، هذه نقطة مو بزينة أبدا. لما طق زميلي أو أضرب زميلي أبي شيء أقول له عطني لو سمحت، ما يصير إن أنا أشد من يده وأبدأ إن أنا أتهاوش وياه وأسوي هوشة وياه. هذا خطأ كبير يا شباب ويا بنات، ما يصير أبدا. بعاد في نقطة واجد واجد هامة، السرقة. هناك أشياء خاصة بي أنا، وأشياء خاصة بإخواني أو بأبي بأمي بالمعلمة بأصدقائي في الصف. ما يصير أخذ أي شيء من أحد غير لما أستأذن منه. بابا لو سمحت عطني دينار، بابا لو سمحت عطني عصير، بابا لو سمحت أبي كذا. بابا يقول لي أوكي ولا مو بأوكي؟ ليش يا بابا مو بأوكي؟ لأن الحين أنت لسه متغدي، شلون أعطيك دينار وانت تروح تشتري أكل من برا؟ يبقى بابا يقنعني. زين، متى بتعطيني دينار يا بابا؟ ممكن أعطيك دينار إذا كنت شاطر طول اليوم، بعدين بطلع وياك وبجيب لك أكتر من الدينار وجبة أنت تحبها، يبقى بابا كافئني. لكن لما أخذ من ورا بابا الحين، هدي واجد مشكلة كبيرة ويقولون عليها السرقة. في أحد يحب يسرق حاجة من أحد؟ لا أبدا. ليش؟ لأن هذه السرقة أو هذا الكذب أو هذا الضرب المجتمع كامل ما يحبه، والله عز وجل ما يحبه. اللي يسرق يدخل يعني ربنا يحاسبه على هذه السرقة، واللي يكذب بعد، واللي يضرب. ف
فلازم نعرف ان الله ما يحبنا لو سوينا هاللون. بعد بابا وماما ما يحبونا، بعد اصدقائي هذا الولد كذاب ما يصير اقعد وياه، ما يصير العب وياه لانه قاعد يكذب علي. هذا شيء مهم جدا يجب ان نعرفه. There are unacceptable manners from others. I could do it unintentionally. Like beating, lying, stealing. الحين عندنا مستويات الكذب. ان انا وانا قاعد اتكلم مع بعض، احنا نتفق ان احنا لما نعرف الاشياء المطلوب مننا نسويها، ان انا بعد ما اخلص المدرسة لازم اروح حق بابا حق ماما احكي لهم شنو صار في المدرسة كامل، الصح اللي سويته والخطأ اللي سويته، ولما سويت خطأ شنو سويت، اعتذرت، قلت حق المعلمة، صار كذا صار كذا. ما يصير ان انا اخفي، ما اتكلم عن شيء من الحقيقة الموجودة، ما يصير ابدا، لازم اقول كل الحقيقة. يعني ممكن اقول للبابا وماما الصح اللي انا سويته والخطأ ما أقول عنه شيء. هذا يصير يا شباب؟ لا أبدا، لازم أخبر بابا وماما الصح والخطأ بعد اللي أنا سويته، وشلون تصرفت في الخطأ هذا، شلون شنو سويت في هذا الخطأ، إن أنا عدلت، سويت كذا سويت كذا، اعتذرت، جبت هدية حق صديقي، أعطيته عصير، أعطيته كذا عشان يسامحني. بابا يستأنس علي، يتبسط مني جدا لاني عدلت الخطا اللي انا سويته. يبقى انا حكيت لبابا الصح وحكيت لبابا الخطا، وهذه نقطه مهمه جدا، ما اخفي شيء ابدا من الحقيقه. بعد في اطفال يسوون شنو، يسوون شيء غلط بعد يا شباب، وهذه من مستويات الكذب، ان انا اضيف شيء على الحقيقه. بابا وانا في المدرسه اليوم طحت في الفرصه في الفسحه، بعد لما طحت شفت طبق طائر نزل من السماء ونزل منهم أوادم شكلهم أخضر وقاعدين يتحركون حواليا وعطوني حلاوة وسوينا كذا. هذا كلام خطأ، ما يصير إن أنا أقول هاللون. ما صار هذا الشيء، ليش أنا أقوله من راسي؟ ما يصير أبدا، لازم أقول الشيء الحقيقي. يبقى ما يصير إن أنا أضيف شيء على الحقيقة التي حدثت في المدرسة أبدا يا شباب ويا بنات. لازم أكون ستريت دايما، أقول الشيء الصح. المستوى الثالث هو تغيير الحقيقة بصورة شبه كاملة، يعني أغير كامل القصة اللي صارت في المدرسة هذه وأجيب قصة ثانية من راسي، وهذا ما يصير أبدا يا شباب ويا بنات. لازم أقول كل شيء بالصدق التام عشان الله عز وجل يحبني ويكون راضي عني، بعد بابا وماما يحبوني، بعد أصدقائي يحبوني. هذه نقطة مهمة جدا عندنا يا شباب. في نقطة رابعة، إن أنا أختلق شيء كامل من عندي، وهذا ما يصير أبدا. أتستر على أصدقائي، واحد من أصدقائي سوى خطأ والمعلمة تسألني عبد الله سوى هاللون، أقول لها ما أدري أنا ما شفته، أنا كده تسترت عليه، وهذا ما يصير أبدا. إن أنا ألف بقى قصص وأشياء كثيرة جدا وهذه ما تصير.
lying levels. أول واحدة, the first step. Hiding something from the truth. Change the truth almost completely. Add something to the truth. Composing. Fabrication. Cover up. We didn't need to make like this to coming. My behavior is very good. أسباب الكذب. بعد الكذب له أسباب. له أسباب. نبي نعرف شنو الأسباب هذه الحين. ممكن أنا شخصيا أكون عارف إن هذا الكذب اللي أنا أقوم به شيء زين. يعني أكون جاهل به إن أنا لو كذبت, إذا كذبت الناس ما تحبني, يبقى هذا جهل مني, عدم معرفة مني. زين, يبقى لازم أعرف إن أبدا ما يصير إن أنا كذب أبدا. بعد في أشخاص يحب دايما يتغشمر, دايما يهزر, دايما يمزح, وأثناء ما هو بيمزح يقول هذا الكاذب, وهذا شيء مبزين أبدا. لازم يا شباب يكون دايما جادين. ممكن ان انا اتغشمر, بس اتغشمر بشيء مو بكذب, اتغشمر بشيء بيني وبين بابا كده, اتغشمر بيه, اضحك اهزر معاه بطريقة سهلة وبسيطة وسلسة ومو بكذب. ليش يا شباب؟ لان اللي يتعود على الكذب دائما يكذب 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 يكتب عند الله كذابا, وهذا حرام ما يصير ابدا. بعد ممكن بابا يبيني أسوي شيء, أقعد أكذب على بابا أقول له أنا مريض, أنا هو يبيني أسوي الدراسة أكتب حل واجباتي أقول له بابا أنا مريض عطني دواء الحين, بابا فعلا يروح يجيب الدواء عشان يعطهوني لأن أنا مريض زي ما قلت له, وهذا مو بكذب. وإذا خدت دواء وأنا مش مريض جسمي يتأثر ويصير صحتي مو بزينة, يبقى الدواء هذا لما ناخده ناخده وأنا مريض بس فقط لا غير. بعد من أسباب الكذب يحب الظهور, يحب يظهر قدام أصدقائه أو يحب يظهر قدام بابا وماما, قل له ترى اليوم كان في قطوة بتطيح, قطة أو قطوة أو بسة أو سنور بتطيح من الطابق الثالث, وأنا خديت الفوطة مالتي وحطيتها على رقبتها اللون نفس سبايدر مان وطلعت فوق للدور التالت. انا كنت في كنت واقف تحت, طلعت فوق في الدور الثالث وخدت القطوه بسرعه وحطيتها في الارض بعدين. هذا خطا ما يصير ابدا ان انا اقول اشياء من راسي هاللون, هذا ما يصير ابدا, هذا يعتبر كذب وانا الحين بظهر نفسي فيه. ممكن دفاع عن النفس, صار شيء خطا في المدرسه ادافع عن نفسي بشيء غلط واكذب عشان ما يصير انا غلطان, وهذا من الاشياء المهمه نعرف ان الانسان لما يخطا يعتذر, لما يخطا يكفر عن خطأه هذا بالاعتذار, بساندويتش لصديقي, بهديه لصديقي, بهديه للمعلم لو انا اخطات, بعدين يصير المعلم يحبني, يصير صديقي يحبني. لكن لما كذب ودافع عن نفسي بتزيد المشكلة أكتر وتزيد مشاكل كثيرة جدا. زين, ممكن أكذب عشان أحصل على شيء محبب. يعني المعلمة وزعت نجوم أو وزعت بعض الألعاب والهدايا, مين اللي ما حصل يا شباب؟ المعلمة عارفة إن هي عطتني, أكذب عليها لأن أنا أحب هذه الهدية اللي بتعطيهاني وأخذ هدية تاني. بعد شوية مين اللي ما حصل يا شباب؟ بعد كذب تاني واخد هدية تالتة. هاللون شيء غلط, لأن المعلمة لما توزع شيء واحد لكل واحد معنى ذلك إن هي مرتبة أشياء تانية لأشياء أحسن لحاجات أفضل للمرات القادمة. ما يصير إن أنا أحصل كل الهدايا وزمايلي ما يحصلون عشان أنا أحب هذه الهدية, أنا أفضل أكذب على المعلمة عشان أحصل هدايا أكثر, هذا خطأ شديد جدا. هذه كلها اللي احنا شرحناها يا شباب هي من أسباب الكذب ويجب أن نتجنبها, يجب ألا يعني ما نبي نسوي كده أبدا. دائما أصير
ستريت أسير، دائما أسير إن شاء الله، يعني ماشي في طريقي بدون كذب، بدون حاجات خطأ، بدون أشياء اللون، وإذا حصل شيء خطأ لازم إن أنا أعتذر. Reasons for lying: ignorance, pranks and jokes, escaping, appearance, self-defense, get something likable. الحين بنتكلم عن النقاط الهامة جدا لدينا عشان شلون أصير أنا عبد الله، أنا أسامة، أنا محمد، أنا عبد الرحمن، أنا يوسف مميز أو أي اسم تاني، أنا أمينة، أنا إيمان، أنا مريم، أي اسم من أسماء الموجودين معانا الحين اللي بيسمعونا، شلون يصير مميز؟ أول خطوة نبي نسويها شنو دي؟ قبل ما دش الغرفة أو قبل ما دش البيت لازم أخبط على الباب، لازم شنو أسوي يا شباب ويا بنات؟ أخبط على الباب، ما يصير أدش على طول سيدة هلون، لا لازم أطق الباب زين، أستأذن يعني إن أنا أدخل الغرفة أو أستأذن إن أنا أدش البيت، لأن ممكن أدش البيت، أنا أعرف شلون أدش البيت، أدش من الطبيلة من الجراج وأخش بدون ما أحد يشوفني، وأخش سيدة على طول على المطبخ وأطلع الأكل اللي بيه وأكل وعفس وأسوي شيء خطأ، هذا ما يصير، لازم أخش من الباب، بابا يسلم عليا، ماما تسلم عليا، أي أحد في البيت يسلم عليا، لو سمحتي حطي لي الأكل، يبدأ يحط الأكل، يجيب لك الأكل الحلو، لأن أنت ممكن تأكل حاجة خطأ قديمة من أمس مثلا، وهم محضرين لك مفاجأة اليوم وحطينها في مكان مختلف أو بيطلبوا لك أوردر من برة، فلازم إن أنا أسوي الشيء الصح. شنو الشيء الصح؟ أعرف بابا وماما إن أنا دشيت البيت، دخلت البيت زين، بعد أبى أروح غرفة تانية، بابا في الغرفة اللي جنبية، أفتح الباب سيدة، هذا اللون خطأ ما يصير يا الله. ليش؟ ممكن بابا نايم، ممكن بابا يكلم أحد في التليفون، ممكن بابا بيبدل ثيابه، ما يصير إن أنا أدش هاللون. أول شيء أخبط على الباب، بابا يقول مان، أقول له أسامة، يقول لي تفضل حياك، أو يقول لي استنى انتظر انتظر شوية أنا ببدل ثيابي انتظر، فبعارف إن أنا أسوي شلون الخطوة المطلوب إن أنا أسويها بعد كده إن شاء الله. Steps make me special. Before entering the house, I knock the door. Very important to knock the door. بعد الخطوة رقم اثنين التي تجعلني مميز، شنو الخطوة رقم اثنين؟ أي مكان أدش فيه، أي مكان أدخل فيه، تحية الإسلام يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا، هذه نقطة مهمة جدا يا شباب، دشيت من غرفة لغرفة، سلام عليكم بابا، مرحبا، بعد دشيت غرفة تانية، سلام عليكم أخوي، مرحبا، دشيت من غرفة في المدرسة الحين، من غرفة الصف رحنا غرفة الرياضة، سلام عليكم معلمة، مرحبا، بعد بروح غرفة الموسيقى، سلام عليكم معلمة، مرحبا، المعلمة تستانس واجد مني، واجد تحبني لما أسوي هاللون، أوكي؟ Steps make me special. I say peace, then I say hello. Hello, everybody. Hello, everyone. Hello. Salam alaikum. Hello. Good morning. Good afternoon. Rakam. ثلاثة، لازم بعد ما خلص اليوم الدراسي مالي
زي ما قلنا من شوية أروح حق بابا وحق ماما أحكي لهم أتكلم معاهم شنو صار معايا خلال اليوم، أقول الصح اللي سويته وأقول بعد الخطأ اللي سويته وأقول شلون اتصرفت بعد ما سويت خطأ، إني اعتذرت، إني صلحت هذا الخطأ، إني سويت كذا، إني عملت كذا، إني صار كذا، المعلمة سمحتني أو المعلمة للحين ما سمحتني. أحكي البابا اللي صار خطوة بخطوة صح وغلط أنا سويته، أكلم بابا وماما عليه. Steps make me special. I talk to my parents by telling them my school day and not lying, and telling everything that happened honestly, whether this was a success for me or any mistake I made. This is very important. When I go for my house, I tell my father and mother about everything happened in my school. I make like this wrong. When I make wrong, I go for the teacher. I tell him I am sorry. And teacher, I promise the teacher didn't make like this again. Teacher tell me, you are good boy if you didn't make like this again. Please didn't make like this. I tell him, yes, teacher. Inshallah, teacher. Like this. If I make like this for my father and my mother, tell him everything. This is very good. الحين النقطة رقم 4 والنقطة رقم 5 هذه نقاط هامة جدا جدا بإذن الله. أول شيء في النقطة رقم 4 لما أجي أطلب شيء من أحد أقول له من فضلك، هذه الكلمة كلمة سحرية رائعة جدا تخلي الشخص لو أنا مش منتبه وأحد قاعد يقول لي من فضلك، نعم حبيبي، أطلع هذا التلميذ أو هذا الطالب، نعم حبيبي، لما يقول لي من فضلك بعد النقطة رقم 5 إنه يقول لي لو سمحت باي، ده لو يبي شنو أعطيه له، لما يقول لي تلميذي يقول لي من فضلك لو سمحت. أبي الحين أحصل دفتر تلوين من عيون الثنتين، مو بدفتر واحد، هذا دفترين الحين حقك، لأنك ولد مؤدب، ولد تتبع الخطوات السليمة اللي تخليك مميز. هذه الخطوات السليمة إنك عطيت للمعلم كلمة سحرية من فضلك لو سمحت أبي كذا. Steps make me special. When I ask someone something, I say please. When I ask someone to do something, start by saying please. This is very important to know. Please, my teacher, I need like this. Please, my friend, give me this. Please, my father, give me like this. This is very important. النقطة رقم 6 وهي نقطة مميزة جدا. لما المعلمة قلت لها لو سمحت يا معلمة أبي كذا من فضلك، لو سمحت يا معلمة أعطيني كذا، أعطتني دفتر التلوين اللي أنا طلبته منها، شنو أقول لها؟ أخذ الدفتر واركض وروح أقعد في الدرج كده هاللون؟ ما يصير يا شباب، إكس خطأ. لما حد يقدم لي شيء أقول له شكرا، مشكور، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. هذه كلام جميل لما أحد يعطيني شيء إن أنا أرد بنفس هذا الرد، بتكون النتائج طيبة جدا بإذن الله، والمعلمة تستانس أو المعلم يستانس لما أنا قلت الأول من فضلك لو سمحت، بعدين لما حصلت شيء قلت له شكرا، مشكور، جزاك الله خير، بارك الله فيك، رحم الله والديك. هذه كلمات جميلة جدا. بعدين لما أطلب أي شيء المعلم فورا يعطيهولي أو بابا فورا يعطيهولي. Steps make me special. Thank you. When someone gives me a gift or service, I say thank you. After any something happen, any gift, I have books, I have anything,
my teacher or my father give me, I tell him, thank you my father, thank you my teacher. This is very important. النقطة رقم 7 وهي نقطة هامة جدا بإذن الله عز وجل. كثير من الأشخاص الموجودين حواليا، بابا، ماما، أخي الصغير، معلمتي، زميلي في الصف، بيكون عنده وقت هو يحتاج مساعدتي. أكون مخلص واجباتي، مخلص أشياء، وللحين قاعد يبي حد يساعده. فأنا بروحي أتطوع للمساعدة ماله. أروح حقه أقول له عبد الله تبيني أساعدك؟ شنو تبي؟ أسوي كذا؟ إيه؟ هذا صح؟ هذا غلط؟ نسوي هاللون؟ ما نسوي هاللون؟ لما أسوي كده صديقي واجد يحبني. بابا في البيت قاعد يسوي أي شيء في البيت، أروح له بابا شنو تبي ساعدك؟ شنو أجيب لك؟ تبي أحد؟ أنا دي لك أحد؟ بابا أبي أسوي أساعدك بأي شيء، عطني كذا، جيب كذا. لما أنا أسوي كده بابا كل مرة لما أجي أسوي نشاط يناديني، تعال يا أسامة خليك جنبي هنا، لو احتجت شيء أنت بتساعدني. وأنا أكون واجد سعيد لما يحصل شيء هاللون. Steps make me special. Many times I can help a lot of people. Daddy, Mama, my little brother, my teacher, my classmate, my sisters. Anyone need help, I will help him. I ask him first, you need any help? Can I help you? Like this, if he tell me, yes, come to help me, this is very nice for me and for him. إذا أحد شكرني يبقى احنا مشينا على الخطوات اللي كنا قايلين عليها في الأول، ماشيين بتسلسل. الحين في أحد يقول لي شكرا يا يوسف، شكرا يا أسامة، شكرا يا عبد الرحمن، شكرا يا عبد الله، شكرا يا محمد، شكرا يا مريم. أي اسم من الأسامي لما أحد يقول لي شكرا يا كذا أبتسم بقول له عفوا. بالإنجليزي نقولها ويلكم، لكن الحين لما أحد يشكرني لازم أقول له شنو؟ عفوا، أهلا وسهلا بيك، لا تتردد مرة أخرى أن تسألني. لما أنا ساعدتك لا تتردد أن تسألني، يعني شنو؟ يعني أنا ساعدتك الحين، كل مرة لما تساعدني أو تقدم لي حاجة أقول لك إيه؟ أبتسم وأقول لك شكرا. Steps make me special. If someone thanked me, for example, thank you, Yusuf. Smile and say you're welcome. This is very important. الحين النقطة رقم 9، في نقاط يا شباب بحطها ورا بعضيها زي مثلا أي نقطة، بس الحين حاطط الاثنين دول مع بعضيهم عشان خاطر هذه نقاط هامة جدا. أساعد صديقي لو حصلت له أي مشكلة، ودي عرفناها قبل كده، وبعدين أحط نفسي مكان صديقي أو أخوي أو أي أحد حقق نجاح صار ممتاز. أتخيل نفسي مكانه ونفس المشاعر دي أتبادلها معاه، إن أنا لأنه نجاح أخويا هو نجاحي أنا، نجاح زميلي في الصف هو نجاحي أنا، نجاح بابا هو نجاحي أنا، وهكذا. هذه نقاط هامة جدا يجب أن نعرفها. وأكون سعيد جدا لما أخويا يكون حصل ميدالية رياضية، أخويا يكون طالع الأول في الصف، أخويا يكون كذا، صديقي سوى كذا، صديقي حصل ميدالية، صديقي حصل شهادة تقدير، صديقي أكون واجد مستانس. أروح البيت أقول حق ماما صديقي عبد الله حصل كذا. هذه نقطة مهمة جدا. Steps make me special. I help my friend if there is any problem with him. I am happy when my brother or classmates achieves any success and I imagine myself in his place. Because this is success. If he have success like me, I have success. نقطة رقم 11 هنا، قد يشعر أحد زملائي بالحزن، حزين، زعلان، حصل له موقف معين
أروح له أخبط عليه أعرف شلون أعرف إنه حزين، علامات وجهه كده حزين، ممكن بعض الأطفال يبكون، أحاول إن أنا أقول له ما صار شيء، إن شاء الله بكرة بتكون أحسن، إن شاء الله بكرة بتجاوب إجابة كويسة على المعلمة. أقعد أقول له كلمات كتيرة تخرجه من الحزن بتاعه ده بسرعة، كلمات كثيرة ممكن أقولها أخلي صديقي يضحك يتغشمر وياي، الحين الأبطال تطيح وبعدين تقوم تقف مرة ثانية، ما صار شيء، ونبدأ نتعلم ونتعلم ونتعلم شلون نقول كلمات حلوة لأصدقائنا تخرجهم بسرعة من حزنهم هذا. أو بابا اليوم لقيته زعلان متضايق في مشكلة صارت، لازم إن أنا أتكلم معاه ولازم إن أنا يعني أحاول أقول له بعض الكلمات أتغشمر وياه أضحك أسوي وهكذا. Steps make me special. One of his classmates, Mayfield, said when something unpleasant happens to him, and I know that from the signs that appear on his face, and he may cry, and here I try to help him, or tell him some words that take him out of his sadness. الحين النقطة رقم 12، أتعلم شلون أنا بنفسي أهتم بالأشياء المحيطة بي، ما يصير وأنا في الغرفة أنثر مني وهنا 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 وأسوي فوضى كبيرة في الغرفة، وبعدين لما أجي أمشي أطيح وأتعور وأتخبط في الأشياء اللي أنا حطيتها في الأرض، هذا خطأ شديد. يبقى شلون أهتم بالأشياء المحيطة بي؟ حتى لو عندي بعد زرع في البيت شلون أحط له مية عشان ما يموت، لو عندي قطة، لو عندي عصفور شلون أحط له الأكل، ما يصير أفتح القفص مال العصفور عشان العصفور يطير ويطلع ويمشي، هذا خطأ. زين، شلون أهتم الاهتمام الصحيح اللي يخلي الناس تستانس مني، بابا وماما يستانسوا مني يكونوا سعداء بي. زين زين، النقطة رقم 13، لازم بعد خدت كورة لعبت بيها حطها مكانها تاني عشان لما اجي ادور عليها الاقيها في نفس المكان اللي انا خدته منه. خدت مكعبات ولعبت بيها، ما نثر المكعبات في كل الغرفة هنا وهنا وهنا وهنا، ما يصير ابدا، بابا يزعل علي هاللون، ماما تزعل علي. بعد لازم ان انا احطها وين، ارجعها الى مكانها، هذا يكون هام جدا جدا عشان ألاقيها المرة الجاية، لما المرة القادمة لما أضع شيء في مكانه أجده بسهولة عالية جدا. هذه النقطة رقم 16. بعد في نقطة مهمة جدا رقم 14 ما اتكلمناش عنها، اللي هي عندما أضع شيء في مكانه تصبح الغرفة مرتبة نظيفة جميلة أكثر أمان بالنسبة لي. ليش أكثر أمان؟ يعني وأنا ماشي ما يصير أن أنا أتخبط في الأشياء هذه، دائما لما ألعب ألعب بشيء واحد فقط لا غير يا أبنائي، ما يصير أجيب 10 لعبات وبعدين ألعب بواحدة بس، أو ألعب هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية وهنا شوية، أبدا ما يصير هاللون، خطأ. هذا هاللون طمع شديد. كل الأغراض عندي في البيت أطلعها مرة واحدة وألعب بها مرة واحدة، ابدا ما يصير. يبقى لعبه واحده اخدها من مكانها والعب بيها شويه وبعدين اردها مره تانيه مكانها. طيب، اساعد الاخرين عندما يعني لما يحصل تعاون بيني وبين اصدقائي في الصف اساعدهم بطريقه كويسه وهم يساعدوني بطريقه كويسه، بتنجز الامور بطريقه سهله وبسيطه ويكون في عندنا نوع من المرح وغشمره واحنا قاعدين نلعب ونتغشمر ونهزر، هذا يخلينا أكثر تميز، أكثر يعني الشغل سلس بتاعنا والألعاب بتاعتنا حلوة وكل شيء جميل. ما أبقى متضايق وزعلان ما يصير أبدا، الكلام ده خطأ. يبقى هو يساعدني أنا ساعده ويحصل نوع من الإيه، التعاون بيننا وبين بعضينا، تصير أمورنا كلها في الصف جميلة أو في الغرفة مع أخويا جميلة، وأمرنا في مرح وهزار وغشمارة وهكذا. Steps make me special. I learn to take care of myself and the things around me
and not try to make a mess or break things. After I use something, I put it back in its proper place. Everything has its place. When I put things in their places, the room becomes tidy, clean, and safer. Play with one thing. When I put the thing in its place, I can easily find it again. I help others. When we cooperate, we get things done easily and fun. خطوة مهمة جدا يا أبنائي من وبناتي طبعا عشان ما تزعلش البنات مننا. ربنا يحفظكم ويجعلكم جميعا من الذرية الصالحة ويجعلكم بارين ببابا وماما. يعني شنو بر بابا وماما؟ بر بابا وماما يعني أسمع كلامهم، أي شيء يقولوا بابا إن شاء الله، إن شاء الله بابا، إن شاء الله ماما، حتى المعلمة لما تيجي تتكلم إن شاء الله إن شاء الله. هذه كلمة سحرية مش مكتوبة في الشرائح الحين، ولكن أنا بقولها الحين عشان خاطر إن إحنا نعرف إن هذه الكلمة السحرية هامة جدا، كلمة إن شاء الله وتنفذ، مش إن شاء الله بدون تنفيذ، لا إن شاء الله وننفذ. المسلمون يتميزون بهذه الكلمة، فدائما يا أولادي لازم نقول إن شاء الله يا بابا، إن شاء الله معلم، إن شاء الله معلمة، إن شاء الله صديقي. زين، هذه نقطة هامة جدا جدا وتخلينا من الناس المميزين برضو إن شاء الله. النقطة رقم 18، هناك أشياء ممنوعات علي حتى أكبر، يعني يجب إن إحنا ننتظرها، مثل السكين. ما يصير إن أنا أستخدم سكين وأنا صغير 10 سنوات 11 سنة، بعد السكين خطيرة جدا وممكن، ليش ما يصير؟ لأنه ممكن وأنا شغال بقطع الشيء أصابعي تتقطع وياها، يبقى هذه ما نستخدمها. وهي مشكلتها إن هي يعني تؤدي إلى خطورة علي أنا، عشان كده بقول هذه الأشياء لا يجب أن نستخدمها إلا لما نصير كبار، وتدرب مع بابا وماما ومع المعلمين على استخدامها بطريقة صحيحة ولها أسس ولها قواعد. يعني مثلا لما أجي أقطع بالسكين جزر، طماطم، خيار، لازم أعمل طبق سلطة، لازم أسوي طبق سلطة. بس ما يصير إن أنا أمسك الطماطمية كده وأقطع كده، طب وأنا بقطع كده هتقطع إيدي. دائما في عندنا طاولة، القطع الخشب اللي بتتحط على الطاولة هذه ممكن إن أنا أحطها تكون نظيفة طبعا وتكون يعني شكلها يعني جميل محبب إلي، وأحطها على القطع الخشب دي اللي بقطع عليها، وأبعد أصابعي يعني أمسك الطماطمية هاللون، ما يصير أمسكها كامل بيدي كده وأقطع بالسكين، لا أبعد أصابعي هاللون واخد قطعة صغيرة قطعة صغيرة، اتدرب عليها بطريقة كويسة فيها امان ليا وأؤدي المهام بطريقة كويسة، لان انا اتعورت الطماطم بيجي عليها دم وبعدين اكلها واعطيها لبابا مشكلة. زين، وبعدين يدي لما تتعور بتفضل تؤلمني كثيرا، فهذا ما يصير. خلاص، بعد الادوات الكهربائية ان انا اشيل البلكة اللون بتاع اي شيء واحطه في الكهرباء، ما يصير ان انا استخدمها وانا صغير، لا لما اصير كبير اعرف المسكة الصحيحة شلون، لان انا لازم اعمل الحاجات دي لما اكون كبير عشان اكون معتمد على نفسي في كل شيء وما يكون عندي ابدا شيء انا منتظر ان حد يديهولي، لا انا اللي بأدي كل حاجة. طبعا ما عدا ركوب السيارة، ركوب السيارة المقصود بها انا اركب في المقعد اللي جنب السائق، ان انا اركب في المقعد اللي جنب السائق عشان ما يكونش فيها خطورة عليا. وانا صغير لازم اركب ورا، وانا كبير اطلع في المقعد اللي جنب السائق اللي على يمين السائق عشان خاطر ايه اللي هو بابا قاعد بيسوق السيارة اركب جنبه، ما بقاش عندي طبعا قانون المرور في البحرين لو في طفل صغير عنده 6 سنوات 7 سنوات قاعد جنب بابا او جنب السائق ياخد مخالفة. وأكيد كل دول الخليج هاللون، إن لما يكون في
شخص صغير قاعد في المقعد الأمامي جنب السائق فيها مخالفة، لأنها فيها خطورة على حياة الإيه؟ خطورة على حياتك أنت لما تركب قدام. لا قدر الله لو صار حادث بتطلع فيه حاجة اسمها البالونة الهوائية، هذه ممكن تضرب فيك تعورك زين، فبقى لازم الصغير يقعد ورا. لما يصير كبير عندي 12 سنة 16 18 هذه مهم جدا ان انا اقعد قدام عشان انتبه جنب السائق زين. ما يصير اسوق السيارة يا شباب هذه محتاجة مهارة معينة. Steps make me special. I have to wait until I'm old to use some things, like a knife, use electrical tools and ride a car. Because when I coming big, I know how to use this is electric, this is knife. I training with my father, with my mother, with my teacher. After that, I need to make everything by myself. الله، النقطة رقم 19 دي نقطة مهمة قوي قوي يا أولادي. لازم بعد ما آكل أو عندي منديل استخدمته أستخدم المنديل أمشي خشمي أو أمسح خشمي، ما يصير أجطه على الطاولة كده خطأ، هاللون خطأ. وين أوديه يا شباب؟ إيه أحسنته، لازم نحطه في سلة الخمام، سلة المهملات، سلة الزبالة، ليها مسميات كتيرة جدا. المهم ان انا ما يصير انثر كليت وعندي كيس ساندويتش فيه ورق واشياء هاللون اجدته في الارض. يا الله لو سويت هاللون يكون علي اخي هاللون خطأ، سوى شيء غير مقبول، منظره وحش يا عي. ما يصير، يبقى لازم اتعلم اني بعد ما استخدم الشيء وما بي احطه وين؟ احطه في سلة الخمام او سلة الزبالة او سلة المهملات، ما يصير ان انا اجدته في الارض. بنشوف الفيديو الجميل هذا، هو ينفع بالعربي وبالانجليزي لانه ما في كلام، مجرد حاجات حلوة هتطلعوها. أنا أحافظ على نظافة مدرستي ولا ألقي القمامة في فنائها. احرصوا يا رفاقي على نظافة مدرستكم ولا تلقوا القمامة في الفناء. أتمنى تكونوا مستنسين في المحاضرة بتاعتنا، وأتمنى أن أنتم تطبقوا كمان في ال 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 الحياة العملية هذه الأشياء، مهمة يا شباب عشان يكون لنا بصمة مميزة، عشان يقولوا علي اوكي هذا الولد اوكي، او هذا الرجل اوكي هذا متميز، انا صرت كبير الحين صرت رجل خلاص عديت ال 16 سنة او 18 سنة، يقولون علي ريال رجل، ما يقولون علي يا ولد تعال يا ولد روح، الا بابا يحب يتغشمر معي يقول لي يا ولد ما علي ما في مشكلة انا ولد انا ولده طبعا زين، ولازم اكون سعيد ومستانس ان بابا يتغشمر وياي او المعلم يتغشمر وياي او المعلمه تتغشمر وياي. تتغشمر يعني تهزر، ها، عشان اللي بيسمع اللهجتين او اللغتين. طيب اضع القمامه في مكانها الخاص بها واتعاون مع والدي ومع معلميني حتى يكون المكان نظيف الى اقصى درجه وما يكون في فوضى ولا ريحة وحشة تيجي، حشرات ممكن تيجي، ممكن يجي عصير، أنا مريض لما الدنيا تكون خربانة هاللون وأرمي أكل سندويتش وجدته تحت السرير، أكل أشرب جوتي مع العصير وجدته هنا،
يصيد نمل، يصيد صراصير، يصير اشياء وحشه، يعيه خطا ما يصير اللون زين. لكن لما اكون انا نظيف والمكان نظيف ما في نمله واحده تيجي على المكان زين. هذه نقطه مهمه. تحب غرفتك او تحب غرفتك تبقى متروسه نمل؟ يا الله ما بي، لازم انا نظيف على طول، ما بسوي خطا، انا دايما ممتاز. Steps make me special. I put rubbish in its proper places and cooperate with my father and teacher so that my place is clean. This is very important to make my place is clean. If I use tissue, Kleenex like this and draw any place there are dirty coming, يعني when my father coming, why you make your room like this dirty? This is wrong. If I clean and make in the basket, this is very important to make my room clean. هذه نقطة هامة جدا يا شباب، وكلمنا عليها من شوية في أسباب السرقة والحاجات الغير مقبولة اللي احنا اتكلمنا عليها. يعني لما اخد شيء لا يخصني، الحين ابي اخد هذه اللعبة وهذه لا تخصني، هذه اللعبة لا تخصني، اول شيء لازم اسوي شنو؟ لو سمحت معلم ابي العب باللعبة هذه، يقول لي اوكي. لو انا ما عندي شيء وقاعد خلصت دروسي وما في مشكلة ان انا العب باللعبة هذه عادي، يعطيهاني المعلم. المعلم يقول لي لا 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 استنى شوية وبعدين أعطيها لك، خلص واجباتك وبعدين أعطيها لك إن شاء الله معلم. ما يصير أخذ اللعبة هذه وحطها في مخباي، أخشها في جيبي، أحطها في جيبي وبعدين أروح البيت ألعب بيها واستانس وأسوي وأعمل. أبدا هاللون خطأ ما يصير. لازم أي شيء أبيه عادي أستأذن، ما في مشكلة. شنو الغلط لو استأذنت؟ ترى المعلم يستانس، ترى بابا يستانس، ترى ماما تستانس. بالذات بقى لو أنا أبي أروح أشتري هدية أو أشتري أي شيء من البرادة من السوبر ماركت، أبي أروح أشتري أي غرض أنا أبيه زين، أول شيء أستأذن إني أخرج برا البيت أول شيء. تاني شيء لو سمحت بابا عطني دينار اديني يا بابا جنيه لو سمحت اروح اشتري بيه حاجة، او اديني 5 جنيه اروح اشتري بيها حاجة، اجيب ايه؟ هجيب كذا. اوكي طيب هجيب كذا وبابا قال لي مش اوكي، يبقى خلاص يا بابا حاضر ان شاء الله. ليه يا بابا مش اوكي؟ لان الحلاوة اللي انت هتجيبها دي فيها سكر كتير وانا مش عاوزك تاكل حلاوة، انت بقيت كبير، انت بقيت شاطر، انت بقيت رائع. تمام، اسمع من كلام بابا واقتنع بيه وانفذه. يبقى لازم استاذن قبل ما اخد فلوس. ماما عملت اكل جميل جدا وحطته وعاملاه مفاجاه لبابا ولاخواتي، انا اخش من غير ما ماما تشوفني زي اللي في الصوره موجود دلوقتي ده فاتح الدرج وبياكل حاجه؟ يا الله ما ينفعش. اخلص كل الاكل وما اديش لبابا ولاخواتي؟ يا الله منظري يبقى عامل ازاي يا عيه. وبعدين لما اكل على 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 قد معدتي وعلى على قد طاقتي، غير لما اخد واكل كله ويبقى منظري وحش قوي وماما تشوف الاكل جاي على هدومي وتسالني مين اللي خلص الاكل ده، اقول لها مش انا. ينفع؟ ما ينفعش، خطا. اكس صح يا اولادي؟ صح. طيب يبقى لازم استأذن قبل ما اخد الحاجة عشان تكون الحاجة دي فيها بركة وحلوة وجميلة واكون انا مبسوط، ما اكونش الحاجة دي يوه هو انا سرقتها وانا خدتها من غير ما استأذن بابا وماما. ما ينفعش ابدا. Steps make me special. When I want to use something that does not belong to me, I must ask permission. Very important to ask permission, because my father, when he
when I speak with him, he knows this okay or not okay. My teacher same like this. Ask him if she tell me good, okay, no problem, خلاص. No, now, خلاص. This is very important. الله 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 الخطوات الجاية دي جميلة وهنتكلم عليها بسرعة لأنها مهمة جدا عشان أكون عندي زي ما اتفقنا في المحاضرة بتاعتنا من بدري عمالين نعمل بصمة 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 حلوة مش بصمة وحشة لا بصمة حلوة جميلة شنو بقى 21 دي نقطة لازم أسمع إيه أسمع أستمع للمعلمة بطريقة جيدة أستمع الأول وبعدين أفهم ما تقوله المعلمة وما يصير إن أنا أتكلم مع زملائي والمعلمة قاعدة تشرح يا شباب ويا بنات أبدا لأن لما أتكلم مع صديقي أنا بعطل صديقي إنه يسمع المعلمة وفي نفس الوقت أنا ما سمعتش المعلمة ويفوتني كتير من المعلومات وصديقي بعد يفوتوا كتير من المعلمات والمعلمة تقعد تبص لي هاللون ليش تسوي دوشة عندك انت هاللون خطأ تعال منين اقعد جنبي هنا وكلمني اسمعني يبقى نسمع وبعدين نفهم ونتكلم مع زملائنا هذه نقطة هامة جدا في الصف يا أولادي النقطة رقم 22 يصير فمي مغلق أثناء الشرح بتاع المعلمة وما اتكلم كلش مع زملائي ما يصير ان انا اتكلم مع زملائي ابدا لان هذا يسوي دوشه كتير في الصف ودوشه كتير في المكان ويحصل ان انا كل شويه يصير هلون يا شباب لا ابدا خطا هذا سلوك غير مقبول المعلمه تزعل وبعد انا ما افهم شنو تقول المعلمه لاني قاعد اتكلم اوكي نقطة رقم 23 لازم أطالع أشوف أنظر الشخص اللي بيتكلم لأن لما أشوفه بعناية بيتكلم وهو بيضحك ولا يتكلم وهو غضبان لا لازم أشوفه كويس بعيوني وأطالع شنو يسوي المعلم أو المعلمة شنو تقول عشان أنفذ قبل أي شيء ولازم زي ما اتفقنا أسمع وأفهم وأنفذ اللي تقوله المعلمة أشوفه بعيني عشان أفهم شنو انطباع المعلم يضحك ولا يتغشمر ولا شنو يسوي المعلم بعدين يجب أن أفكر فيما أسمعه حتى أتعلم ودايما أتذكر اللي أنا اتعلمته ده يبقى نقطة مهمة جدا أقعد أفكر المعلمة تتكلم عن كذا أقعد أفكر في راسي كده يا الله وبعدين أشوف شنو أسوي وبعدين كذا أفكر في الحاجة نفسها وبعد ما أفكر فيها أنا كده تعلمت لما فكرت فيها وأتذكرها دايما أتذكرها لأني أنا شغلت دماغي فيها في أحيانا المعلمة بتشرح الموضوع ومحتاج بعض الأسئلة مني عشان أفهمها أو بابا بيشرح موضوع ومحتاج بعض الأسئلة مني عشان أفهم ما علي لازم أسمع بابا لحد الآخر وبعدين أوجه له الأسئلة أو أسمع المعلمة لحد الآخر وأوجه لها الأسئلة لأن ممكن تكون هي بتتكلم الحين وبتجاوب على أسئلتي في الكلام بعد شوية يبقى أنا لازم أسمع وأفهم ولو أنا ما فهمتش أروح حق المعلمة وأتناقش وياها وأقول لها أسألها على اللي بيه فهي تجاوبني صح على اللي أنا بيه إن شاء الله بعد بابا وماما نفس الشيء Steps make me special I have to listen to my teacher at school and understand what they say and not talk to my classmates during the teacher's explanation because that loses me a lot of information My mouth should remain closed while the teacher is explaining so that my classmates can hear the teacher's words. I have to look at the person who is talking to me and follow what he says until I understand the matter. This is very important to understand what
This is someone speak with me. I need to see him. I need to listen to understand after that. I make my mouth close. Didn't speak with my friend. This is wrong. This is not good. I must think about what I hear so that I can learn and remember. Yes. I can ask some questions to the teacher or to my parents in case I do not understand. This is my classroom. Everyone sees a teacher, he speak about something, all the students see the teacher. طبعا هنا في الصورة شايفين الصف كل التلاميذ قاعدين يطلعون المعلم. كل التلاميذ قاعدين يسمعون شنو يقول المعلم. كل التلاميذ منتبهين. فلازم الجميع يكون منتبه بنفس هذه الطريقة عشان هذا اللي يخلينا نفهم كل شيء. لازم نسك فمنا تماما ما يصير المعلم قاعد يتكلم وأنا أكلم صديقي أو صديقتي أو أي حد. الصف الأطفال الصغيرين اللي هم من عمر من 6 سنوات إلى 8 سنوات ممكن يكون ولد جنب بنت. أنا دايما أتكلم جنب البنت اللي جنبي ما يصير. لكن لما يصير كبير بقى لما يصير عندي 8 سنوات ما يصير أقعد جنب بنت. زين؟ لازم يقعد جنب ولد فقط لا غير لو الصف فيه بنين وبنات. زين؟ الحين لما انتبه أستمع كويس أفهم أفكر في اللي أنا سمعته أتعلم صح اللون. لو أنا ما فهمتش هذا الكلام أروح حق المعلم وأناقشه بعد ما يخلص الكلام بتاعه. يا الله هذه نقطة واجد مهمة. هذه النقطة واجد هامة. أبتعد عن أي مشكلة يمكن أن تضايق المعلمة أو تضايق بابا أو تضايق ماما أو تضايق حتى زميلي سواء كنت في الصف أو في غرفة من الغرف مع إخواني. بابا يقول لي ما تسوي هاللون، ما تتهوش مع أخوك، ما تتهوش مع كذا. يبقى إن شاء الله بابا ما سوي مشاكل كثيرة في البيت، لأنه كل شوية أقعد أسوي مشكلة أسوي مشكلة أسوي مشكلة أسوي مشكلة. هذا بابا يزعل مني على طول. بابا ما يحبني هاللون، وماما ما تحبني، المعلمة ما تحبني لما أنا أتهاوش كل شوية مع صديقي. ما يصير أبدا. يبقى لازم نكون شنو؟ لازم نكون هاديين ونبعد عن المشاكل كاملة بإذن الله. Steps make me special. Stay away from any problem that may annoy my teacher, classmates, or brothers at home. Oh, wow, wow, wow. هذه نقطة مهمة. أبنائي، مين يحب الفواكه؟ أنا. مين يحب الموز؟ واو. مين يحب البرتقال؟ يا سلام. مين يحب المانجو؟ مين يحب العنب؟ الله، أشياء حلوة. لازم أهتم إني آكل الفواكه والخضروات عشان يصير عندي عضلات، عشان أصير قوي، عشان ما أصير مريض. لأن لما ما أكل الفواكه، ما أحب الفواكه، ما أحب الخضروات، خطأ، بصير مريض هاللون. ما يصير هاللون خطأ، لأني ما أكلت موز اليوم. أكح هاللون أصير مريض. زين؟ يبقى لازم أهتم إن أنا أكل واجد خضار، واجد فواكه. خيار موجود، جزر موجود أكله، أكل طبق سلطة حلو عشان خاطر هذا يعطيني صحة ويخلي عضلاتي قوية. هذا للبنين والبنات. البنات بعد لو قلت تصير قوية، بعد مو بقوية تتهاوش يعني، لا، أو تخش مصارعة، لا 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 لا، تصير قوية لما أقول لها شيلي هذه جيبي هذه، صحتها كويسة، ما تكح، ما تصير مريضة، عشان لما تغذى كويس عقلي يتغذى بعد. زين؟ أفهم شنو تقول المعلمة. Steps make me special. I have to eat a lot of fruits and vegetables because they feed my brain. This is very important. If I eat more fruits, vegetables, I will be strong and
My brain is very good because I eat useful something. حبايبي أولادي ما يصير إن أنا كل شوية أقعد أتهاوش وأتشاجر مع زملائي أو مع أخواني في البيت. لازم أكون محبوب، لازم الناس تحبني. شلون الناس تحبني وأنا أتهاوش مع عبد الله، مع أسامة، مع محمد، مع مريم، مع أمينة، مع فاطمة، مع أي أحد؟ ما يصير يحبوني هاللون. يبقى لازم أبدا أبعد عن الهواش وأتفاهم مع صديقي أو مع أخي، أقول له لو سمحت عطني هذه، يقول لي إن شاء الله بعدين، أنا بلعب بها الحين، بعدين بعطيها لك، وهكذا. يبقى هذه نقطة واجد مهمة يا أولادي، لازم نبتعد عن أي مشكلة تكون تحدث ولا أتشاجر مع إخواني أو زملائي أبدا بإذن الله. Steps make me special. I should not quarrel with my brothers or classmates and try to be a likable person. الحين يجب أن أروح أنام مبكرا عشان أستيقظ مبكرا. ما يصير أسهر في الليل وأقول أنا أحب أسهر واجد، هلون خطأ. حتى يوم الخميس ما نسهر كتير، أنا جسمي متعود ينام بدري عشان أقوم بدري عشان تصير صحتي زينة، لأن ما أكون كسلان المعلمة قاعدة تشرح وأنا نايم في الصف ضاع مني وقت كتير. أو بابا يقول لي تعال معايا الحين بنخرج، وأكون أنا وأنا قاعد معاه في المطعم أو أنا قاعد معاه بشتري أغراض. ما يصير ابدا اكون نعسان لاني ما نمت كويس. يبقى لازم ان انا انام كويس عشان استيقظ جسمي نشط وجسمي ما فيش فيه اي كسل، واصير للاحسن. ما اصير كسول بسبب ان انا بنام متاخر واصحى متاخر، بعد عظامي تتكسر لو انا بصحى متاخر. زين، لازم اصحى بدري. هذه نقطه واجد مهمه يا اولادي. Steps make me special. I have to sleep early to wake up early. This is very important to sleep early, because if I sleep early, I will wake up early. احيانا كلنا معرضين ان نكون مريضين. ما في اي مشكلة لما اكون مريض. راسي تعورني يا بابا، حرارة، أنا حاسس في حرارة. بابا يشوف في حرارة ولا ما فيش حرارة. بعد أكون هادي، ما أتحرك كتير، ما أروح عند غرفتي وغرفة أخويا وغرفة ماما وغرفة، لا، هي غرفة واحدة أكلم بابا فيها أو أكلم ماما فيها، ولا أنا مريض أبي أروح حق الطبيب بعد حق المعلمة مثلا، أبي أزوع، أبي أرجع، ما أقدر، معدتي تعورني، ممكن تعطيني دواء أشربه، أو ممكن المعلمة تعطيني مردقوش مثلا، أو تعطيني أي شيء تخلي معدتي هادية، وبعدين أصير أحسن شوية. وتروح المعلمة متصلة بالطبيب لو في موجود عندنا في المؤسسة طبيب، تكلم الطبيب يكشف عليا، أو تكلم بابا تقول له تعالى بسرعة خد ودني عند الطبيب لأنه شكله مريض. هذا مهم جدا، أعبر بالكلام للمعلمة أو أعبر بالكلام لبابا وماما عشان بابا بسرعة يوديني عند مين؟ عند الطبيب، لأن لما يكشف عليا ويعطيني الأدوية المناسبة أصير أحسن، صير صحتي أفضل. ما يصير إن أنا يعني أبقى متضايق دايما، لأن الإنسان المريض دايما يكون دايخ، يكون تعبان، ما يقدر يأكل، ما يقدر يشرب شاي، لو بلعيم تعورني، لو عندي اللوز يعني ما أقدر أبلع أي شيء. فلازم أخبر مين؟ أخبر بابا وأخبر ماما، عشان لو زادت المشكلة ممكن درجة حرارتي ترتفع، ممكن أي أكل أكله أرجعه. وبالتالي يجب أن احنا نخبر بابا وماما والمعلمة عشان يودوني عند الطبيب بإذن الله. Steps make me special. When I am sick, I should be calm and tell my parents or teacher how I feel. This is very important to tell my teacher or my parent that I am sick. Please
I need to go for doctor like this, he will help me inshallah. Oh wow, هذه واجد نقطة مهمة. أحاول إن أنا أذاكر دروسي زين. لو أنا بدرس لحد الحين بدرس، أحاول إن أنا أذاكر دروسي زين عشان أصير متفوق، وبعدين لما أصير متفوق وأكبر أحصل على وظيفة حلوة واجد حلوة، لأن عندي معلومات كويسة وأنا خلصت دراستي وأخذ راتب كويس. بعد بالنسبة لي أبناؤنا من لديهم متلازمة داون، الكبار وخلص دراسته الحين، لازم بعد أخذ قصص، أحاول أمسك قصص وأحاول أقرأ القصة مرة واثنين وثلاثة عشان أشغل دماغي. ما يصير إن أنا خلصت دراسة ما بي أمسك أي قصة أو كتاب، ما بي أمسك ورقة وقلم، هل خطأ؟ أنسى القراءة. فلازم كل شوية أجيب القصة وأقعد أقرأ القصة قدامي كده، أبدأ أفتح القصة وأشوف القصة وأشوف الصور اللي في القصة وأتكلم عنها. ممكن أجيب الجريدة، ممكن أجيب الجريدة وأحاول إن أنا أمسك الجريدة كده وأقرأ الكلمات اللي موجودة في الجريدة عندي، علشان خاطر أنا كبير خلاص. شوفوا اليوم ترى في نازل حاجة بين البحرين والإمارات، لو شايفين الصورة، والله ما أدري، والله الحين بس شفتها، في البحرين والإمارات موجود هنا. يعني هذا حاجة جميلة جدا. بعد أعرف أقرأ العناوين المكتوبة، مو بشرط إن أنا أقرأ كل كلمة، لا، أقرأ الكلمات المكتوبة. يعني مثلا تكامل، مكتوب تكامل استراتيجي وتنسيق بحريني إماراتي ولي العهد ورئيس الوزراء، استهج عادي ما فيش مشكلة، مكانة خاصة للإمارات في قلوب كل بحريني. شوف مكتوب شنو مكتوب، مكانة خاصة للإمارات في قلوب، والله والله أنا ما حضرت شيء، بس سبحان الله مكتوب الكلام ده الحين في الجريدة اليوم بالصدفة هذا الكلام. وشوف الصورة الموجودة، شوف الصورة، الله، شوف الصورة الموجودة. لما أنا أشوف خبر زي كده وأقرأ وأتكلم وأنا خلصت التعليم بتاعي وأمسك الجريدة وحاول إن أنا أمسك وأقرأ الجريدة كده، دماغي تبقى شغالة، ما أنسى الكلمات. لأن لما أصير كبير وما بيأمسك قصة، ما بيأمسك جريدة أقرأها، ما بيأمسك شيء، لازم أقرأ كمان بعد عناوين المحلات عشان أعرف لما بابا وماما يقول لي روح عند المحل الفلاني أعرف بالقراءة بتاعتي، أعرف أقرأ الكلمات. وأنا في مكان جديد برا لازم أعرف أقرأ شنو، أقرأ دورة مياه رجالي، ما يصير أدش دورة مياه نسائي وقول ما قريت ما أعرف أقرأ، ما يصير، لازم أدش دورة مياه رجالي. أنا رجل الحين، لو دخلت في مكان النساء يو يا الله يصرخون عليا، ما تستحي على وجهك، ليش دشيت حمام النساء، عندك حمام الرجال برا، ما لي عذر، أنا ما قرأت. يبقى لازم بعيني أشوف وأقرأ، هذه مهمة جدا. لو أنا خلصت تعليمي ودراستي لازم أقرأ، بعد أشوف أكون ذهني شغال، مو بخلصت التعليم بتاعي ما بقرأ شيء أبدا، لازم أقرأ كل حاجة، وبالذات أمسك الجريدة وحاول أنا أقرأ اللي موجود عندنا في الجريدة واحدة واحدة، عشان حتى كلمات بس، مو بشرط ان انا اقرا كل الكلام اللي موجود تحت هنا اقرا كله كامل، لا، السطر الكبير اللي فوق ده بس اقراه عشان دماغي يكون شغال. والله انا مو مرتب الجريدة دي ابدا في المحاضرة، بس جت بالصدفة، ولكن عشان اكون متميز لازم اقرا كتير حتى لو خلصت دراستي. زين، نشوف اللي بعديها الحين. Steps make me special. I try to study my lessons well so that I can excel and get a great job when I grow up. Yes, this is very important. If I study good, my mind will be good, everything will be good. This is very important point. أشكركم أولادي وبناتي ممن لديهم متلازمة داون على هذا التميز وعلى هذه النقاط التي سعدت جدا بأن أتناقش معكم بيها
وأنا أتمنى أن تكونوا استفدتوا أيضا أنتم منها. رقم واحد. رقم اثنين، نكون سمعناها كويس ونفكر فيها كويس هذه المعلومات، وكون معايا قلم وورقة، أتمنى أن نكون كتبناها بقلم وورقة وحاول أطبقها. أتمنى أن أنا أخذ الدعم والمساعدة من بابا وماما في كل شيء. ياريت أن إحنا النقاط اللي أخذناها هذه نحاول نطبقها بكل الصور وبكل الأساليب في البيت، عشان أكون ليا بصمة حلوة، عشان أكون محبوب بين الناس، عشان أكون أنا مميز حقيقي عمليا على أرض الواقع. أتمنى من الله عز وجل أن تكون هناك إفادة في هذه المحاضرة لكم، وأنا سعدت جدا بوجودي معاكم. والآن كل آذان صاغية للأسئلة بتاعتكم، أبي أسمع شن الأسئلة اللي أنتوا حابين تسألوني فيها، وأنا حاضر لهذه الأسئلة والإجابة عليها بإذن الله. وبارك الله فيكم، أحبكم واجد، شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.